كثيرين جدا كتبوا لهذا الوطن كلمات جميلة جدا، احنا بنحييهم كلهم. والبعض منهم كنا خاتين صورة نمطية، يعني عندما تحدث عن طارق الأمين ذلك الكوميديان بامتياز، الكوميديا دائما الناس بيصنفوها على انها هزل في كثير من الأوقات، ولكن عندما يكتب طارق بصدق فهو يستنهض ويستجدي روح المواطن السوداني المجيد الذي يعشق هذه الأرض ويحلم دائما بالسلام والأمن والاستقرار للسودان ولكل السودانيين، وهو يكتب بلدا هيلنا لتغنيها الجميلة ناسي عجاج. في المساحة القادمة هو لحن الصباح. شفا جري يدي ألعاب